jobben min som statsminister er det viktig. كشف رئيس وزراء النرويج يانس ستولنبرغ عبر الانترنت انه قاد في احد الايام سيارة اجرة لكي يفهم اكثر هموم الناخبين. ويبدو في الصور ستولنبرغ بالبزة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة في أوسلو، وقد قاد سيارة طوال فترة بعد ظهر أحد الأيام في حزيران يونيو في شوارع العاصمة النرويجية. وبفضل كاميرا خفية يظهر شريط الفيديو ردود فعل بعض الركاب، الذين قال أحدهم من هذه الزاوية إنه يشبه فعلا رئيس الوزراء. وأتى بث هذا الشريط الذي يستمر لأكثر من 3 دقائق في خضم الحملة الانتخابية، وتظهر استطلاعات الرأي أن ستولنبرغ الذي يتزعم حزب العمال والائتلاف اليساري ليس الأوفر حظاً للفوز. هذا وتجري الانتخابات في 9 أيلول سبتمبر في النرويج.